وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا سفثهم وليوفوا نذورهم
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وأبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم
والبدن جعلناها لكم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماء كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين